السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي على نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. انا اليوم عمري ما قليل ونقول لكم بارطاجوا الفيديو، ما نقول لكمش القوه، ما نقول لكمش بس هذا الفيديو بارطاجوه، هذا الفيديو بارطاجوه، انا نقول لكم بارطاجوه، راني عارف على نقول لكم بارطاجوه. يعني غادي نعطيكم خبر على الطائر شحال الساعة، هذه غير دروك وصل الخبر هذا. يعني شحال الساعة هنايا، يا لا راهي هيا لا راهي الوحدة واثنين وربعين دقيقة، هيا لا راهي هي الوحدة واثنين وربعين دقيقة، هيا لا راهي راهي الوحدة واثنين وربعين دقيقة، ثلاثة وربعين دقيقة راني قلت لكم. شوف المغرب رايحة خرجت بوركينا فاسو ما تلعبش عندها، وجيبوتي ما غاديش تلعب عندها، جيبوتي ما غادي تلعب عندها، بصح غادي نحكي لكم تفاصيل. جيبوتي ما غادي تلعب عندها، وحتى بوركينا فاسو ما غاديش تلعب عندها ديرني مات، لافون ديرني مات مع النيجر ما غاديش تلعبها في المغرب، خاطش علاه؟ القجع خسر القضية أمام السيد الحاج محمد راوراوا، وين ضربوا بالضربه القضيه، ضروه باش يبين روحه هو قوي، يقول لك انا جيبوتي قلت لها ما تلعبيش عندي، خاطش عليه الوزير تاع الشباب والرياضه وين خرج قضايا بمحاسبه الوزير للرئيس الاتحاديه تاع بوركينا فاسو، قضايا تاع فساد، قضايا تاع رشوه، وين تلقى رشاوي، وين تلقى بزاف صوالح من اجل عدم قبول جيبوتي باش ما تلعبش في بلادها، تلقى اموال من عند القجع. وين القجع ضروك لازم مين يخرجوا غادي، مازال ما تاع بوركينا فاسو مازال ما بانتش، بصح انا راني نعطيكم خبر. هذه اللي قال لك شوبير عيط لهم الو واتساب، هذه قولوها لذاك اللي يغسل الكلاب، هذه باش نبين لك هذه مازال ما خرجت، بصح غادي تخرج بوركينا فاسو ما غاديش تلعب في المغرب كونت النيجر، هذه من التالي نعطيها لك قاع. وجيبوتي الناس اللي تقول لك بلي جيبوتي غادي تلعب في المغرب، ما غاديش يلعبوا في المغرب، من التالي نعطيها لك كاع. انتوما تقولوا جيبوتي تلعب في المغرب، انا غادي نقول لكم حتى بوركينا فاسو ما غاديش تلعب في المغرب لافون ديرني ماتش تاعها، بصح غادي نعطيكم التفاصيل، نعطيكم التفاصيل، ماذا بكم بارطاجيو الفيديو ماكسيموم. وين هما خرجوهم بوركينا فاسو ما غادي تلعب، وجيبوتي ما غادي تلعب في المغرب، ساي سي بون، خاطش خسروا القاضي لقجع خسر امام السيد الحاج محمد راوراوا، الحاج محمد راوراوا فاز على لقجع بالتليفون، برك تليفوني صغير، تليفوني صغير، الو وي هذا ما كان ما جرى ما عطى دراهم ما مد دراهم والو، قاعد في بلاصتو الو وي الو وي الو اش اش ما حدايتي اش ما حدايتي. نعطيكم التالي، وزير الشباب والرياضة صديق الحاج محمد راوراوا تاع جيبوتي، صديق تاعه، نعطيكم التالي، هذه والله لو كنت شادها ماشي باغي نخرجها، بس نعطيها لكم التالية كاع، صديق تاعه، صديق تاعه ليشان، حبيبه ليشان، باش يكون على بالكم، تاع جيبوتي هذا، وزير الشباب والرياضة تاع جيبوتي، ماشي رئيس اتحادية تاع جيبوتي، خاطش وزير الشباب والرياضة والسلطة تاع جيبوتي رفضت باش رفضت قبول رئيس الاتحاديه، مقترح تاع رئيس الاتحاديه تاع جيبوتي باش يلعب في المغرب، باش يعاود يولي يلعب في المغرب، وما كاش من هذه، سايكسيبو قضي الامر، غادي نلعبوا في مصر. ونزيدكم المفاجاه الكبيره، حتى بوركينا فاسو والمغرب طردتها، عطاوهم دراهم، لقجع عطاهم دراهم قال لهم شكو باللي ما نلعبوش في تشاكير. قالوا مشكو باش ما نلعبوش، باش ما تلعبوش في تشاكير، طال جيبو بوركينا فاسو قالوا شكو هاليكو الدراهم، حنا ما تلعبوش عندنا، نديرو ذي الخطه باللي احنا ما قبلناش جيبوتي، يعني باش يبين القوه تاعو، باش يرجع شويه قوه تاعه، يقولك باللي انا اللي ما قبلت جيبوتي، لا لا، لقجع خسر امام السيد الحاج محمد راوراوا، الدبلوماسيه الرياضيه خسر امام الحاج محمد راوراوا، هذه باش يكون على بالكم. ونعطيكم خبر باللي بوركينا فاسو ما غاديش تلعب، وليا بيناتنا شحال باقي
أنا اليوم فانت يا أوكتوبر ولا الفان ولا ما شحال تعرانا الفان يا أوكتوبر شحال باقي كاع ما باقيش بزاف ما باقيش بزاف باقي 10 أيام ديال هاد باقي واحد الحاجة تاع 15 يوم برك ونشوفوا بوركينا فاسو غادي تلعب وبوركينا فاسو غادي تجي تلعب بنا ما غاديش تلعب في المغرب وغادي تجي تلعب في شاكر كونت النيجر ما غاديش تلعب في المغرب خاطر تخرجهم لقجع مين عرف مين بيغطي على العار تاعو بيغطي على الفشل تاعو امام السيد الحاج محمد هو دائما يريد تقليد السيد الحاج محمد راو راو لكن هيهات 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 ما ينجمش خاطر لي ذهب لي قنطار تاع ذهب ما ديروش قنطار تاع حديد هذه باش يكون على بالكم نعرفوا بلي الحاج محمد راو راو اليوم هذا خبر مفرح خبر ضد هذوك الناس تاع لا ومشي الحاج والناس هم يقولوا الحاج نقولها ونعاودها انا كراني مركز عليها راني مركز عليها هذا يقولوا هذاك اللي يغسل الكلاب بلي هذا يجيب اخبار اخبار ماشي تخرج لك فم فم تخرج بال تخرج غادي هذه صورتو هذه تاع بوركينا فاسو غادي تكون ضربه القاضيه ليكم اللي راني نقول فيها انايا باش يكون على بالكم حنا ماشي قضيه تاع راني ضد واحد غايقول بلي نروحو نلعبو منو انا اللي سهل انا المهم نحوس نجيب يعني المصدر الموثوق نجيب كلام من مصادر نجيب معلومه من مصادر موثوقه ما نهدرش غير هاك معليش نتوما تكذبونا وتعاودوا تولوا عنا يا مات وتعاودوا تولوا يا مات وتعاودوا تولوا لهذ الهضره راني نقول فيها كان يقول لك بلي بوركينا فاسو ما كاي لا يقول لك بلي غادي نروحوا نلعبوا مع نروحوا نلعبوا في جيبوتي نلعبوا مع جيبوتي في المغرب يا ودي ما كاش من هذه يا صاحبي الناس صاري عليها الهوت ترى صاري عليها ولا لقجع 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 تنمو عرف روحو خسر لافير صاي خسر راحت لافير شتادير شاد واش دار هو واش راح دار راح بيخرج بوركينا فاسو من المغرب ما غاديش تلعب في المغرب كونتر النيجر ما غاديش يلعبوا انا نجيب انتوما كنتو تهضروا غير على جيبوا يا بوركينا فاسو ما غاديش تلعب كونتر النيجر في المغرب صايب ليكيداهم علاه ليكيداهم فيتو يغطي على الفشل تاعو على العار راني نقول لكم ونعاود لكم الحاج محمد راه راهو خسر لقجع في مليون اورو يعني مليون اورو هذه ماشي جبدها ديرها كاش عاطي لجيبوتي عاطي النيجر عاطي صارف على جيبوتي ميجات فماك صارف على النيجر صارف على بوركينا فاسو بماذا من اجل ماذا من اجل اقصى من اجل الكولسه على المؤامره الجزائر الناس كانت جابده الناس وين دخلت كيما نقول بلي الحاج محمد راو راو وين دخل بقوه يعني من السلطه العليا ودخل بقوه عطاوه كل يعني عطاوه الضوء الاخضر باش السلطه العليا وهما مشكورين وين عطاوه الضوء شعلوا له الضوء الاخضر دبر راسك اما انا دبر قال لهم ندبر راسي واخرجوا وكباصا بالتليفون برك غير بالتليفون تما لقجع وهذا المصري قلت لك هذا المصري هذا التونسي رئيس اتحاديه تاع تونس ورئيس الاتحاديه تاع جيبوتي ورئيس اتحاديه تاع بوركينا فاسو صابوا روحهم دايرين الشبك بصح غير ريح يضرب جابوا شبكه وبغاو يعمروا فيها الماء يا رجاله كي نقول لكم باللي كفر خير رجاله يا الحاج محمد راه راهو يوم شي قضيه ربح غير القجع يا بلاتيني ميشيل بلاتيني يا فرنسا كومبلي والحاج ما طاقوش عليه وربحهم في قانون بهاماس ما نجموش عليها بلاتر مشي حط استقاله تاعو فشل فشل بلاتر فشل 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 ما نجمش حبس ناس لي تهدر هذه هاي 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 ناس لي تهدر يا بلاتير وفشل فرنسا وفشلت بلاتير تلمو شافها باللي فاشل حط الاستقاله تاعو وداروا له ضربه تاع لافير تاع الرشوه وكلش وهذوك ولا تاع الرشوه وكلش يعني وموراها وفشل وحبس شكون اللي طرطق له لافير الحاج محمد راهو راهو طرطق له لافير يا ودي كاين واحد الامور خليها غادي يجي واحد الوقت يهضروا على التاريخ تاع الحاج محمد راو راو يجي هذه الهضره اللي هضرت لكم كاع انا ما غاديش نتقلق عليها غادي يجي واحد الوقت يهضروا كاع على التاريخ تاع الحاج الناس صحافه اللي حابسين ومننا بصح راني نعطيكم في الرسمي يعني
وين الحاج محمد راهو روا وين لقجع فشل صايك فشل ما نجمش ما نجمش دروك عطا دروك بيدعم بوركينا فاسو باش يولوا يشكوا للفيفا والاتحاد الافريقي على الملعب تاع تشاكير بصح بسبب من بسبب ذوك اللعابه أنا المعلومات اللي عندي قال لك راه قاض البوركينا فاسو في الملفات اللي ترسلهم اي ترسل بسبب ذوك الصور تاع اللعابه تاع تاع احلى احلى حله ولا ما عرفت كيف سميناه هما شكون هذوك اللي داروا التصاور ورسلوهم شوف لولا كوم شي رجاله يا بونجاح كوم شي رجاله يا بونجاح تلعب الروتور وتلعبوا في بوركينا فاسو كوم شي رجاله كثر خير رجاله وما نتوما ما تستاهلوش الخير كاع كثر خير رجاله يا بونجاح العبسه اللي درتها انت وبن عمري وتاع يا كثر خير الرجاله نقولها لك ونعاودها لك لو كان تعرفوا الرجاله كيفاش تعبت تتعب باش انت تروح الكوب دي موند تعرف شي قيمه الرجاله صح يجي النهار يجي نهاركم وتنكشفوا كاع هذا هو اللي قجع لي كان هابكم تحيه الحاج محمد راهو روا والحاج راه واقف الحاج راه واقف نقولها ونعاودها الحاج راه واقف 100% اللي عنده برهان يجيب لي برهان تاعه